طيب اذا خلينا نكمل الان رح نحكي عن لو عندي امبلس فانكشن. خلينا هاي مراجعه صحيح، هاي مراجعه عن الكنترول بس بتنكا. لو انا دخلت امبلس فانكشن ريسبونس دلتا تي او ريسبونس فيرست اوردر سيستم لا امبلس فانكشن، هلا احنا بنعرف بشكل عام او مر علينا كثير، لو عندي فيرست اوردر سيستم 1 على اس بلس 1، ايش هذا الاوردر تبع هذا السيستم؟ فيرست اوردر. ايش التايم كونستنت تبعه؟ 1. لو جيت هذا دخلت عليه، عاده انتم بتعرفوا لو دخلت عليه ستيب فانكشن يو اوف تي شو راح يكون عندي الاوتبوت شكله؟ لو جيت دخلت على هذا السيستم ستيب فانكشن هي الانبوت يو اوف تي، كيف شكل الاوتبوت راح يكون؟ اكسبوننشال. طلع زي هيك. طيب لو جيت دخلت على هذا السيستم اللي هو فيرست اوردر سيستم 1 على اس بلس 1 دخلت عليه دلتا تي شو بيطلع معي الاوتبوت؟ حليناها قبل هيك؟ حليتوه؟ خلينا نطلع نشوف دلتا تي. هلا شو بدي اعمل؟ نرجع لللابلاس ترانسفورم. اذا بدي اطلع واي اوف اس ايش بضرب؟ جي اوف اس في اكس اوف اس. جي اوف اس جاهز عندي هيو، ما بدي احوله، موجود باللابلاس دومين. هذا كيف بدي احوله؟ ايش تحويل الدلتا؟ دلتا تي بصير واحد، مش هيك؟ بصير واحد. اذا عندي واي اوف اس بيساوي جي اوف اس اكس اوف اس ويساوي واحد مضروب في الترانسفير فانكشن رح يكون عندي واحد، مش هيك؟ شو بدي اعمل الان؟ بدي اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم على هذا السيستم. انا ما حطيتش تاو هون، ما فيش مشكله. لو انا حطيت تاو هون، طب خلينا نحط تاو هون عشان تشوفوا التايم كونستنت. فصار عندي هون تاو، فصارت عندي هاي الفانكشن تاو. هلا هاي نفسها بتساوي واحد على تاو و اس زائد واحد على تاو، وتساوي واحد على تاو برا وجوا عندي واحد على اس بلس واحد على تاو. هذا الانفرس لابلاس ترانسفورم انه متذكرين ايش؟ واحد على اس هو يو اوف تي، بس واحد على اس في شيفت في الاس شو بتصير؟ اي تو ذا ماينس تي على تاو. اذا الاوتبوت اللي هو واي of t u of t مفهومة ضمنية e to the minus t على tau u of t معناها ايش؟ انه قبل الزيرو ما له قيمة، بعد الزيرو له قيمة. اذا y of t هاي لو بدي اعملها بلوتينج شو راح تكون؟ at time zero قديش راح تكون قيمتها؟ e to the minus zero شو بتساوي؟ في احنا شو نسينا في عندي الواحد على tau مش هيك؟ الـ time 0 هاي شو بتساوي؟ e to the minus 0 واحد. واحد في واحد على تاو رح تعطيني هون واحد على تاو، قيمتها قبل الزيرو قديش؟ 0 0 0. وبعدين هون ايش رح تعمل؟ exponential decay. شو معناها هاي؟ معناها لو عندي first order system عرضته لايش؟ لامبلس. يعني زي ما حكينا اذا كان عندي مثلا شوكه رنانه ضربتها ضربه سريعه قصيره جدا، شو الريسبونس تبعه رح يكون؟ بهذا الشكل وراح ينزل. هذا الريسبونس ل فيرست اوردر سيستم لامبلس.